السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. طبعا احنا عارفين ان جمالك مع روعة مش هيكمل غير مع خبيرة التجميل الأستاذة روعة الموجي. معانا أستاذة روعة الموجي، اهلا وطبعا وسهلا حبيبتي، اهلا بيكي، اهلا بيكي حبيبتي. ومعانا الباشمهندس أحمد عباس، استشاري البرمجة ونزول المعلومات. عرفنا بنفسك أكتر. مهندس أحمد عباس، استشاري البرمجيات ونزول المعلومات. ومعانا أستاذة نيفين، أستاذة نيفين متخصصة بروتين وصبغة وعناية بالشعر. ومعانا أستاذة إيمان حمزة، خبيرة تجميل. هو أنا بروفيشنال، عندي صالون في كل المستلزمات كلها وكل الاحتياجات يعني بتاعت المرأة. نقدر نقول متخصصة في كل حاجة إن شاء الله. نورونا. ربنا يخليكي. طبعا عايزين نتكلم الأول مع الأستاذ أحمد. احنا عايزين نعرف بس ايه ربط بقى التكنولوجيا والبرمجيات في موضوع في مجال التجميل. التجميل نفسه. طبعا احنا في البرمجيات وفي بنعرف ننسق الموضوع في جميع المجالات، ماشي. عندنا عوامل مساعدة جدا بننشر بيها جميع المجالات. لو اتكلمنا عن البيوتي سنتر والجمال والحاجات التجميلية، عندنا بنقدر نستفيد ببرامج احنا بنعملها زي حاجة اسمها CRM. ده بينظم قاعدة العملاء بتوعي في أي مجال. تمام. يعني ممكن حضرتك توضح أكتر بس عشان مش كل الناس هتفهم الكلام ده. تمام. يعني مثلا احنا عندنا بيوتي سنتر عايز ينظم جاله اتصال من أي عميل أو عميلة، يقدر يسجل بقى الكلام ده؟ يقدر يسجل بياناته كلها، اسمه تليفوناته وعنوانه وميعاد الحجز بتاعه. تمام. سي مثلا اداله حجز بعد احسن الاسبوع. مثلا ما هي تكتب في نوتس طبعا. وتنسى. احنا بنخلي البرنامج سمارت بحيث ان هو يقدر يتفاعل مع المكان. تمام. ويدي رسائل تنبيهيه قبل الميعاد بيوم بيومين، بحيث ان انا لو عندي حد حب يحجز ببقى عارف ان اليوم ده في مواعيد متاحه او مواعيد غير متاحه. يعني ده بينظم كل حاجة. بينظم علاقات وبيفكر مثلا الشخصية دي انت عندك كذا وما عندكيش كذا. تمام. بيقدر ينظم لي مواعيد العملاء او قاعدة العملاء بتوعي مع البيوتي بتاع بيوتي سنتر. طب حضرتك بقى بدأت مشوارك ازاي في موضوع البرمجة؟ والله انا بدأت الشغل الكمبيوتر بتاعي من اولى ثانوي. ما شاء الله. بدأت كهواية، وبعدين بعد ما اتخرجت بدأت اقوي نفسي في كورسات. ما شاء الله. الكلام ده كان من 20 سنة تقريبا. وحضرتك بقى واخدها هواية ولا لا طبعاً حب فيها ولا شغل ولا مكسب ولا ايه بالظبط؟ دلوقتي بقى شغل احترافي، مهنتي الله. شغلي. تمام. عندي شركات كتير الحمد لله استشاري. طب ممكن فيها. تكلمنا عن شركتك؟ انا عامل شركة اسمها الكود الذهبي او جولدن كود. دي متخصصة في انشاء البرامج والويب سايت والويب ابليكيشن. تمام. بنقدر ننسق اي شركة محتاجة منظومة، بنقدر نتفاعل معاها. تمام جدا. ونحلل لها النظم بتاعتها ونديها المنظومه اللي تفيدها في مجالاتها. طب حضرتك ازاي تنصح الناس ان هي تبدا في المجال ده؟ او ايه الشروط اللي المفروض تكون في الشخصيه اللي هي هتبدا في المجال ده؟ تمام. في سمات شخصيه وفي سمات بيكتسبها مع الوقت العلم بتاعه. تمام. من ضمن السمات الشخصيه اللي لازم تبقى متواجده في الشخصيه ديت ان هو يكون عنده شغف. يعني الموضوع مش مجرد دراسة ومهنة بس. لا في ناس كتير مش مجال تخرجها في منظومة الكمبيوتر، لكن بيبقى عندهم اهتمام كبير بالكمبيوتر، بيقدر يقوي نفسه في كورسات، وكورسات متاحة في جميع المجالات وموجودة على النت. طيب وفي احنا مراكز مش عايزين نبعد قوي عن الموضوع بتاعنا برضو. ان احنا عايزين بس نتكلم في الحتة بتاعتنا. تمام. اللي هو ازاي هيفيدنا في مجال التجميل في مجال التجميل، وعايزين نسمع راي ضيوفنا برضو في الموضوع دوت. يعني تمام. وازاي لو هي عندها بيوتي سنتر ازاي تتفاعل مثلا مع حاجه زي كده، او ايه فكرتها لما حضرتك مثلا تيجي تقول لها انا هعمل لك البرمجه علشان اظبط لك الشغل بتاعك، هيكون راي حضرتك ايه استاذه نيفين؟ اكيد بصي، كل حاجه بتدخل لخدمه مجال معين اكيد بتزوده، بتبقى بتريح المتخصصه، لان المتخصصه ممكن يبقى عندها عملاء كتير، بدل ما تفكر في كذا حاجه لو في حاجه بتخدمها في نقطه معينه اكيد ده بيوفر احسن لها من راحة. السكرتيره بتاعتك او احسن هي من تقريبا كده الفكره نفسه. زي فكره فيزيتا بتفرق والكلام ده. تمام. هو يعني احنا بنتصل مثلا بالشركه اللي حضرتك هتعملها. نقول لك احنا عايزين بيوتي سنتر
في المكان الفلاني هنعمل فيه كذا كذا، حضرتك بقى اللي بتوضب لنا المواعيد وتوفق لنا. لا انا بنزل، انا كده كده المنظومه شغاله والمنظومه بتشتغل اونلاين. يعني ايه اونلاين؟ وانا في البيت اقدر اشوف المواعيد المتاحه عندي. ماشي، يعني هو مش سيستم بيتحط في المكان نفسه. لا هو عادي انا ممكن انا تبعه من اي حته. لا الكمبيوتر طبعا او الاجهزه بتبقى موجوده في المكان. تمام تمام، والمكان هو اللي بيتعامل مع الاجهزه. تمام تمام، ناخد راي استاذه ايمان حمزه. اكيد طبعا اي سيستم في المكان بيبقى حاجه جميله جدا، اي نظام في اي مكان جميل. انا حد من الناس ساعات كتير بسقط مواعيد واقعد افكر واقعد اكتب واقعد، طبعا لما بيبقى في سيستم هيسهل جدا الموضوع. انا عارفه ان حضرتك خبيره تجميل جميله جدا. ميرسي ربنا يخليك، وشفت شغل حضرتك طبعا. ميرسي ربنا يخليك. عايزاكي تكلميني بقى عن مجال التجميل بتاعك، وعرفت ان حضرتك عندك موضوع كبير في العنايه بالبشره. انا عندي صالون في اقسام كتير. بصي، واحنا النهارده عشان الموضوع كبير قوي احنا هنتكلم عن البشره، حاجات مختصره كده يعني، وازاي البنت مثلا تهتم بالبشره بتاعتها. وحضرتك منين قلنا؟ ميت غمر. ميت غمر، ميت غمر. بصي، وانا اولا اول حاجه الاهتمام. الاهتمام أيوة، مطلوب جدا. انا عايزه بس فكره عامه عن شغلك كله، وبعد كده تدينا نصايح في العنايه بالبشره. تمام ماشي. بصي، هو احنا عندنا في الصالون بنعمل كل الحاجات اللي ممكن الست تحتاجها تجميليه، عناية بالشعر، عناية بالبشرة، عناية بضوافرها، عناية بجسمها. يعني العروسه تخش عندك تخرج تمام، كل حاجه. 14 14 فعلا. ميرسي ربنا يخليك. تمام. فهو نرجع لموضوعنا، الاهتمام مطلوب قوي. بنات كتير في سن ال 18 وفي ال 20 بيجوا لي عملاء، لما ببص في بشرتهم بحس بالاهمال الشديد، وبهتانه وتعبانه وهالات سودا من السهر والموبايل والحاجات دي كلها. ما بيفكروش غير ان هم يحطوا فونديشن، يخرجوا في الشمس، الكلام ده كله. حضرتك بقول لهم حاجات تعالج الكلام ده طبيعي من غير فونديشن ولا اي حاجه. الاهتمام اللي هو في البدايه اصلا لما بيبقى في المسام بتتملي دهون وبتتملي رؤوس وبتتملي الخلايا دي، لما بتملى كده والجلد بيموت فالبشره بيبقى فيها شحوب. الشحوب ده بيجي نتيجه الاهمال، فاحنا لازم نعمل جلسه تنظيف للبشره. بجانب ان احنا لازم نستعمل تونر منظف، لازم نستعمل غسول للبشره اللي بتناسبنا. في بنات بقى تقول لك الحاجات دي غاليه عليا، الحاجات دي مش مناسبه للحاجات بتاعتي وللماده بتاعتي. في منتجات، في حاجات طبيعيه، في منتجات حاجات بسيطه، في الطبيعه. ما احنا قلنا في الاول الاهتمام. انا عندي اهتمام، اذا ان انا ما فيش حاجه هتوقفني. تمام. انا لو انا عندي في البيت عسل وسكر هحطهم على بعض واعمل سكراب، انضف بشرتي. طبعا ناخد راي استاذه نيفين في الكلام ده، واتكلمنا عن شغلها. ربنا يخليك. هو انا مأيداها جدا في كلامها، هو فعلا كل ست المفروض ان هي تهتم بجمالها وبنظافتها، وفعلا مش شرط الموضوع يبقى مكلف، ممكن حاجات بسيطه جدا. هو اللي بيوقف الستات دلوقتي في مصر زي ما انت عارفه الكلام ده كله، تقول لك انا مش معايا فلوس اجيب منين. لا ده بصي انا بعتبره اهمال بصراحه، لانه اي ست عايزه باقل الامكانيات ان هي تقدر ان هي تجمل في نفسها او ان هي تشيل العيوب اللي عندها، هتقدر ان هي تعمل كده. وبعد كده يعني الموضوع بسيط، يعني لو مثلا حد دخل على النت عايز يعرف، النت مليان وصفات النت كويسه طبعاً جدا. اليوتيوب نفسه تكتبي في وصفات. تمام. في كسل، وفي واحده تقول لك انا مش مجربه، فحضراتكم يا ريت تقولوا حاجات حضراتكم مجربينها. بصي لو مثلا بنتكلم، يعني انا متخصصه معانا صور شغل استاذه نيفين هنعرضها طبعا. حضرتك بتتكلمي، كلمينا عن شغلك دلوقتي. انا الصور على الشاشه دلوقتي. تمام. دلوقتي انا لما بتجيلي العميله، انا طبعا اول حاجه بعملها، انا بحكم ان انا متخصصه بروتين فليا طبعا بروتوكول، وكل واحده ليها طبعا طريقه شغل. فبتجيلي العميله طبعا اول حاجه بعرفها هي بالظبط عملت في شعرها ايه، لانه ممكن تكون لعبة في شعرها قبل كده، ده ياثر على البروتين. طبعا طبعا طبعا، ده اكيد واساسي، لانه مش كل طب الناس. طب لو حاطه حنه، حاطه حاجه برضو ياثر. عايزين استاذه ايمان برضو تشاركنا الحوار. انا اقول لك على حاجه بالنسبه للشعر، اكمل لك كلامي. بالنسبه للشعر في حاجات بتدمره، والعميله بتبقى فاكره ان هي ما بتعملش حاجه يعني، او عادي. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتبوظ الشعر حنه الفرد مثلاً، البنات كلها بتعملها، دي حاجه وحشه جدا. عم تجيلي مثلا واحده عامله حنه فرد، انا ما بحطش ايدي في شعرها بصراحه، لانه
طب ايه البديل لحنة الفرد دي؟ ان هي بتستنى مثلا ست شهور، من ست شهور لسنه لما تبقى الماده طب خلاص راحت من الشعر. ممكن انا عندي مناسبه مثلا وعامله الحنه دي فعايزه اشيلها، حضرتك تقدري مثلا تشيليها تعملي اي حاجه؟ ممكن استاذه ايمان تجاوب على السؤال ده؟ بيتحط خل. طب ممكن وهنسمع برضو راي استاذه نبيل كلكم ان شاء الله. بصي هو انا هو فعلا في ناس بيشيلوا وبيسحبوا الحاجات من الشعر، حنة الفرد. حنة الفرد، حنة الفرد لما لسه عروسه تقول لك هقول لك فرحي قال ماشي هعمل ايه. انا بتعامل جدا جدا وبكل ثقه مع العميله دي. ازاي؟ انا حد جاي لي عامل حنه السودا دي نمبر 1 مؤذيه جدا. هي احنا بنتكلم عن حنة الفرد، حنة غير الفرد غير الصبغه. أيوه. الحنه السوداء. ايوه حنة الفرد. اولا عامله حنة فرد دونت تاتش صبغه، مش هحط يا دونت تاتش اي حاجه. لا هقول لك ممكن تدوب في ايدك. هنعمل ايه؟ ايوه هقول لك الحاجه المتاحه ليها. انا ما ينفعش اسحب الحنه. الحاجه الوحيده ان انا ممكن اعالجها لها ان انا اضيع لها يشان شعرها وافرده. لو هي عايز تعمل بروتين في منتجات معينه ممكن اشتغل بيها. طب حضراتكم بقى المنتجات المعينه دي بتعتمد على نوع الشعر نفسه؟ يعني فتله شعري انا مثلا طبعاً. ممكن اجي لك مش عامله اي حاجه فيها طبعا، هتعرفي ازاي هتستخدمي ايه من فتله شعري؟ بصي هو بالنسبه للشعر هو في انواع كتير في الشعر. في احيانا شعر بيجي لي مجعد جدا وساعات افريقي بيبقى ضعيف. طب انا لما يجي لي شعر انا اصلا افريقي وضعيف انا اتعامل معاه ازاي وهي عايزه تفرده؟ مع ان معروف ان الافريقي ده بيكون شعرها اضعف من شعور الشعور الافريقيه. الشعر الافريقي يبان ان هو قوي بس هو في الحقيقه اضعف الشعور. اضعف الشعور دي المعلومه اللي مش كل الناس تعرفها. صح. ان هو يبان ان هو الفتله بتاعته تخينه وناشفه بس هي مش كده. دي بالظبط لان هي مسامها يعني مفتوحه او حراشفها بتبقى مفتوحه غير الشعرايه الناعمه بتبقى حراشفها مفتوحه فبالتالي بتفقد بسرعه جدا ترطيبها. طب استاذ احمد رايه ايه في الكلام ده وازاي ممكن يساعدنا في ان احنا ننمي الكلام ده او نهتم بالحاجات دي؟ احنا طبعا والتكنولوجيا ايه دورها في الكلام ده؟ طبعا في نوعين من التكنولوجيا احنا بنستخدمهم. نوع اللي هو السوشيال ميديا بحيث نعمل دعايه للمكان والديجيتال ماركت برضو ده تبع شغل حضرتك. طبعا ماشي. يعني ممكن لو انا جيت لحضرتك وعندي بيوتي سنتر حضرتك تعمل لي كل شغل اونلاين. عندنا نوعين بنستخدم الديجيتال ماركت اللي هي الفيس والانستجرام وكده في الدعايه. ماشي. وتاني حاجه منظومه السي ار ام اللي شغاله ديك ماشي بننزلها على في المكان عشان تنظم الحقيقة. عشان ننظم لان الموضوع ده مهم جدا ان انا اخلي السيستم او التكنولوجيا تنظم لي العمليه. والسوشيال ميديا طبعا دورها كبير في ان احنا بنوزع بقى الشغل بتاعنا. زمان طبعا كان في الدعايه الورقيه واللي هي بتوصل لعدد محدود، لكن دلوقتي احنا بنستخدم الفيس مثلا كمثال في نشر ودعايه ليا. ماشي. بيوصل للمكان اللي انا عايزه للفئه العمريه اللي انا محتاجها للنوع سواء ذكر او انثى يعني حسب نوع الدعايه بتاعتي يعني. تمام. احنا عايزين بس ايه في حاجه احنا كنا ناسيينها، احنا عايزين ننوه ان بعد الفقره الاولى معانا مفاجاه. حرم مصر الرابع في البروتين. معانا استاذه بسمه ديودار، استاذه بسمه ديودار صاحبه شركه بي دي كوزماتيك المتخصصه في استيراد المنتجات البرازيلي وصاحبه اكاديميه بي دي لتعليم فن التجميل، هي ملقبه بهرم فن هرم مصر الرابع في عمل البروتين. طب. ان شاء الله بعد الفقره الاولى ان شاء الله هي هتبقى ضيفتنا ان شاء الله. استاذه روعه طبعا حضرتك مستضيفه ناس جميله جدا ومعانا ناس جميله جدا، عايزه حضرتك بقى تكلمينا لو حضرتك حابه تعملي شغل هتستفادي ازاي بالبرمجه والتكنولوجيا والحاجات دي كلها. انا هبعت للاستاذ احمد عنوان السنتر بتاعي وهو بقى ينظم لي كل حاجه ورقمي وهو بقى ينظم لي كل حاجه. هو ده هي دي الفايده ان انا ما اتعبش في اي حاجه. صح كده؟ هو ده اللي انا فهمته. طبعا. حضرتك بقى بتتعبي في تنظيم مواعيدك او حاجه؟ إيه طبعا عنوان مركز هيلثي هير بتاع استاذه روعه ما عنديش على الشاشه دلوقتي. ما عنديش مشكله بس انا يهمني تشوفي اكتر مني. طب حضرتك اعملي اعلان عن المكان بتاعك عشان انا مش محتاجه اعلان. طبعا معروفه. فانا طبعا ضيوفي اهم مني لان هم دول ضيوفي. طب حضراتكم يا ريت تعلنوا عن الاماكن بتاعت شغلكم تاني علشان نبقى عارفين. الاول نبدا بالاستاذه نيفين. انا مكاني
في زهراء مدينة نصر، وانا نزلت تليفوني للتواصل معايا، وانا طبعا اي حاله بتجيلي انا بدرسها. هو مفيش مداخلات تليفونيه، انا بدرسها كويس جدا وبشوف الشعرايه محتاجه ايه، وبشوف يعني انسب بروتين يتحط بيها ايه، لان طبعا البروتين مش واحد بس، في انواع كتيره جدا وكل شعرايه محتاجه نوع معين. طب في سؤال بقى محيرنا كده كتير ومحير كل البنات اصلا، ايه الفرق ما بين البروتين والكرياتين وحاجه ثالثه كده البوتوكس؟ والبوتوكس، بصي بالنسبه للبروتين، البروتين طبعا انواع، تمام، بيتكون من حاجات طبيعيه، واهم حاجه فيه طبعا الاحماض الامينيه، هي الاحماض الامينيه دي اللي بتفرد الشعرايه، يا بتبقى زياده يا بتبقى قليله على حسب الشعرايه، تمام؟ تمام، ده البروتين. بالنسبه للبوتوكس ترطيبه بيكون اعلى. بتنصحي البنات بقى بايه في الحاجات دي؟ بصي لو شعرايه ضعيفه او متهالكه او مسبوغه بتحتاج بوتوكس اكتر من بروتين، تمام؟ تمام. طيب ممكن استاذه ايمان تقول لنا ايه احسن انواع البروتين، وازاي اعرف ان البروتين ده مش نوع رديء او نوع وحش؟ معلش، انا عايزه استغل استاذه ايمان النهارده في ان هي تكلمنا عن كل خبراتها اصلا، يعني في كل حته كده هي خبراتها لنا حاجه، بس يعني لازم تقول لنا حاجه حلوه عشان البنات كلها تستفيد منها. هو الوقت ضيق بس حاجه كده بسيطه بس عشان يستفادوا منها. زهره من كل بستان، ربنا يخليك. ماشي، انت سالتيني سؤال مهم اللي هو ازاي نوع البروتين او كده. بصي اعرفه وحش ولا حلو؟ في انواع طبعا رديئه جدا، ازاي ممكن تضرني؟ طبعا الموضوع بقى منتشر جدا وكل الناس بقت بتشتغل في الموضوع ده. انا كعميله لازم ابقى متاكده جدا من المكان اللي انا هروح اعمل فيه شعري، لازم يبقى فيه ثقه، في ناس مجربين، اتاكد من البراند اللي انا بعمل بيه شعري، انا ما سلمش نفسي لاي يعني حد. لازم انا اخلي خبيره التجميل اللي هتعمل لي الحاجه توريني البراند اللي انا هستخدمه. اكيد من حقها ان هي لازم تشوف البراند اللي هي هتعمل بيه شعرها كويس. كمان ما اروحش انا اشتريه واروح اطبقه في البيت، ناس بتاذي نفسها. ايه رايك في عميله داخله لك وتقول لك انا معايا البروتين وعايزاك تطبقه لي وانت تعرفيش البروتين ده؟ والله هو انا بنصحها طبعا، انا لازم واجبي ان انا لازم انصح العميله ايه الصح وايه الغلط. اكيد طبعا. هي استجابت تمام، ما استجابتش خلاص. أصل بترفضي ولا لا، هو انا لو انا المنتج كويس وانا شفت لا، لو هي جايبه لو هي ازازه لا ازازه كده لا ما يعني ازازه دي انا ما بحبهاش. انا بحب اشوف المنتج هي نفسه. هي اكيد مش هتجيب لك لتر مكتوب عليه اسم المنتج. ساعات ناس بيجيبوا فده تمام، يعني ما فيش مشكله، انما انا مش مع الناس اللي بتروح تجيب. انا قلت في الاول انا مش معاهم، يعني بنصحهم ما يعملوش حاجه زي كده. تمام جدا. عايزه طبعا حضرتك يا استاذه نيفين، عايزين اتكلمنا عن الصبغه ممكن، وازاي اهتم بشعري بعد الصبغه. هو طبعا لازم بعتمد في شغلي على انواع كويسه بصراحه، يعني انا لازم برضو تكون براند زي ما قالت كده. طبعا حتى الصبغات. طبعا بصي اي حاجه بتلمس شعرك او بشرتك لازم تبقى حاجه كويسه، وانت تكون يعني بني ادم لازم يكون عنده ضمير وهو بيتعامل مع الشعر او البشره اللي قدامه، يعني على حسب كمان، مش شرط تكون براند بس، لا ده لازم كمان الخبيره اللي تكون بتعمل لي طبعا تكون ايديها كويسه جدا. طبعا لازم طبعا انا ببقى عارفه بحط نسب ايه وازاي، اصل الموضوع الناس بتفتكر ان هو يعني يلا نحط ويلا نجيب ونحط البعض. انا بشوف صدقيني بيجي لي ناس صدقيني بوظين شعرهم فعلا وخلاص، بوظوه حرقوه وتساقط وحرق وحاجات كده غريبه بتحصل في الشعر وبتضره جدا. تطبيق البروتين ده ليه طريقه دقيقه، مش اي حاجه وخلاص، يعني مش اي حد مسك ازازه بروتين هيعرف يستعملها، الناس بتفتكر كده لكن هو الموضوع مش كده. ده احنا عايزه اقول لك بقالنا سنين في الموضوع دوت، فمن كل حاجه اتعلمنا، من كل حاجه اتعلمنا. هي الممارسه اهم حاجه في موضوع البروتين. عايزه اضيف حاجه، انت سالتي برضو عن الصبغه. بصي هو انا لازم برضو اول ما العميله بتجيلي افحص الشعرايه، اشوف الشعرايه دي مثلا ممكن العميله تختار لون مش هيناسب شعرها. انا لسه كنت هقول يعني طب هل الاستاذ احمد بقى يقدر يساعدنا ازاي نحل مشكله زي كده؟ استاذ احمد دوره في لو في ناس بتختار الوان مش يعني مثلا شعري ضعيف ومتهالك ومفتحاه كتير جدا. لسه كنا هنسال السؤال ده ليكم انتوا الاثنين في موضوع البروتين مع الصبغه.
يعني لازم طبعا البروتين لازم بتمشي معاه الوان معينه. بس دور التكنولوجيا على فكره، هقول لحضرتك على حاجه، هو التكنولوجيا في الـ في الـ في الاعلانات في الـ لا ممكن ممكن واحده تروح ليك رأي في الموضوع ده فعلا، ممكن واحده تروح لاستاذ احمد تقول له حصل لي مشكله. السيستم ده مثلا مش بيعالج موضوع التوقيتات بس، لا ده بيعمل اللي عندي تعليقات او كومنت انا بسجلها على السيستم. يعني ممكن واحده اساسا تنزل مشكله واحده على السوشيال ميديا تفضح المكان نفسه اللي هي عملت طبعا فيه. طبعا لا احنا في السيستم بتاع السي ار ام ده بننزل كل ما يختص بالعميل، يعني ممكن نقول فيه ان العميله مش مناسبها اللون الفلاني، وممكن اكتب مثلا ان هي كانت جايه لي عامله كذا كذا، وده ممكن بالزبط. يضر الشعر بعد ما تعمل زي بالظبط كده لما اكون رايح عند طبيب وعندي روشتة يعني سابقه العميله بقول له انا اخذت ايه مثلا وعملت ايه، بحيث ان انا ايه يعني ممكن عميله رايحه الويت سنتر والمدير بتاع المكان موجود في مكان تاني خالص، موجود في دوله تانية خالص، هيخش على السيستم ويعرف الهيستوري بتاع العميله كله اشتغلت معاه قبل كده او اشتغلت في اماكن تانية او عملت شغل في اماكن تانية، الصبغه دي مش مناسباها، تلاقي اللون الشعر ده مش مناسبها، طب طبيعه الشعر كله. هل يا استاذه نبيل بقى حضرتك يعني بتاخدي التكنولوجيا لما الكلام ده من العملاء؟ انا حاجات كتير جدا. بصي انا زي ما بقول لك اول ما بتجي لي العميله انا لازم اعرف، لازم تحكي لي كل حاجه حصلت لها في شعرها او مش الامانه، هي اللي تحكي لي لان خدي بالك من حاجه، اصل هي اللي هتضر نفسها، يعني انا كل معلومه في حاجات ممكن تخليني ما اشتغلش صبغه في الشعر ده خالص، وفي حاجات ممكن تخليني ما اشتغلش بروتين في الشعر ده خالص، وممكن افضل بروتين اخف، فهماني؟ يعني تاثيره ضعيف جدا جدا بناء على الشغل اللي هي عامله في شعرها، فهي اللي بتستفاد لما يعني تكون صريحه معايا، هي اللي بتستفاد ان شعرها يبقى كويس احسن. طب استاذه نبيل حضرتك لو جات لك عروسه عندها مشكله، استاذه ايمان حضرتك لو جالها لو عروسه جات لك وعندها مشكله في بشرتها وما قالتلكيش، حضرتك بتعرفي كده ولا ممكن هي تضر بعد كده؟ لا مشكله في بشرتها المكان بتاعك او الادوات بتاعتك، مشكله في بشرتها ده انا بشوفها حاجة. انا اساسا بشيك على الزبون، هو يعني حضرتك لو عروسه مشكله حتى لو هي ما قالتلكيش طبعا مش في بشرتها، وانا بتعامل مع جميع انواع البشرات ما شاء الله، فانا لازم ابقى فاهمه انا هتعامل مع ايه، كمان انا هحط ميك اب فالميك اب لازم هنحط حاجه هتناسبها تمام. وفي كمان صالونات ما بيهتموش بالبراند اللي هم بيشتغلوا بيه، بيهتموا باللوك الاخير. لا انا عندي في الصالون انا بحب اجيب براند علشان احافظ على بشره العروسه، حتى لو هيبقى لوك واحد لو ليوم واحد. كمان بنصحها ان هي لازم نشتغل في البشره، ان احنا هنجهزها تجهزيني طبعا اكيد لازم، اصلا ما ينفعش نحط ميك اب من قبل ما نجهز بشرتنا للميك اب تمام. لازم هنعمل جلسات تنظيف، لازم هنقفل المسام، يعني العروسه تجيلك قبلها بشهر عشان ايه تطلع متشطبه والله 3 شهور المفروض عشان يبقى بشره وشعر وجسم. كام جلسه 3 شهور المفروض قبل الفرح؟ كام جلسه تنظيف بشره على الاقل؟ بصي هو في الطبيعي ان المفروض 15 يوم واعمل جلسه تنظيف عند حد خبير، ده المفروض ممكن نقول شهر. طب احنا عشان ميعاد الحلقه خلاص راح مننا، احنا دلوقتي فكرتنا مر معاكم بسرعه والله، يعني نفسي ربنا يخليك، احنا مبسوطين جدا بيكم. تحبوا بقى حد يقول حاجه قبل ما نختم؟ وانا بتمنى ان تكونوا معانا تاني. ربنا يخليكي، ميرسي والله. انا بشكر الاعداد وبشكر القناه وبشكر مدام روعه، وانا اتبسطت جدا النهارده في الحلقه، اتبسطنا واحب الناس اللي شافوني النهارده ان شاء الله يفرحوا كتير جدا ان شاء الله ويشرفوني عندي في الصالون. استاذه نبيل انا طبعا مبسوطه جدا ان انا جيت في حضرتكم طبعا، واليوم كان جميل وبشكركم طبعا على الاستضافه. باشمهندس احمد حلمي جدا والله بشكركم جدا على اللقاء الجميل ده، واتمنى من كل الناس تستخدم التكنولوجيا لان هي هتريحها وتفيدها جدا، دي حاجه جميله جدا. استاذه نبيل تحبي تقولي كلمه اخيره؟ بصي انا احب اقول انه يا ريت ما نستسهلش، يعني الاستسهال ده بيخلي الواحده ممكن ان هي تجيب اي حاجه تحطها تعمل اي، فما نستسهلش. يعني مفيش عرض كده على السريع كده للضيوف للمشاهدين بتوعكم؟ انا نفسي الصالون بتاعي لسه عامله صالون جديد، عايزين عرض طبعا، هو مش اول صالون، هو عايزين عرض عشان برنامج يعني. انا عامله حاجات كتير عليها 50% خصم لمده قد ايه؟ لمده شهر ان شاء الله. طبعا حضراتكم نورتونا جدا وشرفتونا جدا واحنا سعداء بيكم. فاصل ونعود.